السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل قوي، اسمه character.ai. بتختار شخصية من الشخصيات وتبدأ ان انت تتناقش معاها، سواء شخصية حية حتى الآن او شخصية ميتة او في شخصية كرتونية. انا ملاحظ الشخصية دي واخدة اكتر عدد تقريبا، يعني تمام. طيب خلينا نختار مثلا سقراط. ده شات كان بيني وبينه، كنت بسأله عن بعض الحياة والموت والحرية والحاجات ديت، وهو بيجاوب بأسلوبه. يعني سقراط كان معروف أثناء المناظرة إن هو بيسأل، يعني يجاوب على السؤال ويسألك أنت، فأنت تستنتج السؤال وهكذا. يعني كان ليه طريقة معينة في الحوار. طيب what is definition؟ هوف كومنتري. هي تعريف الدولة، لأن هو يعني سقراط كان مش بيعرف يقرا ولا يكتب، لكن كان عالم وكان بيحاور الناس بشكل حلو أوي، تمام. فهو شرح. طيب نجرب شخصية تانية، معرفش انتوا حابين ايه. اكتب لي في التعليقات ايه الشخصية اللي انت حابب بإن أنت تتناقش معاها أو اللي أنت اخترتها عشان تعمل معاها حوار. خلينا مثلا ألبرت أينشتاين. زور. لازم تسأله أسئلة غير اعتيادية. تمام. وفي إن أنت تتكلم على صوت. هو فعلا مش مكانش بيحب الحروب، ويعني كان بيدرس القنبلة النووية على أساس بقى. بيقول لي انت لازم تعمل لوجين، لان انا عملت شك كتير قبل ما اعمل الفيديو ده. طيب خلاص جرب وقول لي مين الشخصية اللي انت اخترتها.